أولى محطاتنا لليوم يا زينب رح نتجول فيها ضمن أروقة مدينة الشهيد باسل الأسد الجامعية، نتعرف على الاستعدادات كيف عم تكون مع بداية عام جامعي جديد، وآلية التسجيل والقبول مع مسؤول المدينة الجامعية السيد أحمد واصل. صباح الخير وأهلا صباح وسهلا الورد، فيك. سعد صباحكم. يسعد صباحك عن صباحكم أهلا وسهلا. جديد. خلينا سيد واصل ناخذ فكرة ولمحة عن المدينة الجامعية بالبداية. هلا المدينة الجامعية هي مديرية تابعة لجامعة دمشق بكل مكوناتها الإدارية والخدمية وكل القصص المتعلقة بالعمل اليومي. المدينة الجامعية طبعا هي تأسيسها قديم، تم إنشاء أول وحدة سكنية، الوحدة الأولى والثانية بعام 1962، ومن ثم تطورت هذه الأبنية إلى أن وصلنا إلى 25 سكنية حاليا، متوزعين على ثلاث قطاعات: قطاع المزة وقطاع الهماك لجانب كلية الكهروميكانيك وقطاع برزة، وأيضا في عندنا وحدتين دراسية للدراسات العليا جانب الإدارة المركزية جانب المزة. بالنسبة نحن لآلية السكن هذا العام، نحن دائما مفضل عندنا ثلاث مراحل: مرحلة الطالب القاطن، مرحلة الطالب الحديث، ومرحلة الطالب غير قاطن. في عندنا شقين: طالب جامعة دمشق غير قاطن، وطالب جامعات أخرى منقول إلى جامعة دمشق طالب غير قاطن. نعم. بدأنا هذا العام نتيجة بدء العام الدراسي ب9/9 مباشرة إسكان الطالب القاطن على أن يتم إحضار بيان وضع من الكلية فورا. عندما يأتي الطالب بيان وضع من الكلية أنه طالب راسب ناجح يتم إسكانه مباشرة. نعم. بالتوازي بدأت مرحلة تسجيل الطلاب المقبولين نتيجة المفاضلة للطلاب التحضيرية الطبية، أيضا تم إسكانه مباشرة. الطالب عندما يثبت أنه اشترك في مفاضلة التحضيرية يتم إسكانه مباشرة. بالنسبة للبنات الوحدة السادسة والذكور بعد 12، عدد الطلاب المقيمين تحضيري لغاية تاريخه 1000 طالب، طالبة وطالبة. تحضيري 1000 طالب بكل وحدة؟ لا، عدد من العدد 2 ذكور وإناث 1000 طالب تحضيري، سنة فقط سنة تحضيرية. نعم. بالنسبة للطالب الحديث تم إسكانه بشكل مؤقت ريثما يتم التسجيل في الكلية سواء مفاضلة عامة أو مفاضلة التعليم الموازي. الآن بدأ الطلاب يأتون بوثيقة تسجيل من الكلية ويتم الآن إسكانهم وفق شواغر مخصصة لهم في كل وحدة سكنية. في كم وحدة سكنية في؟ نحن عندنا 25 وحدة سكنية موزعين على ثلاث قطاعات. عندنا 14 وحدة سكنية خاصة بالإناث، وعندنا 11 وحدة سكنية خاصة بالذكور. بشكل عام آلية السكن، نحن العام الماضي كنا نسكن شرطي، يعني الطالب المقيم يسكن مباشرة، ما كان عندنا وقت نطلب من الطالب بيان وضع. ليش؟ لأنه كان دائما في عندنا يكون عندنا دورة استثنائية بالصيف، ما نقدر نطلب من الطالب إنه يحضر بيان وضع. الآن عدم صدور دورة إضافية كان عندنا وقت مجال نطلب من الطالب إحضار بيان وضع لمعرفة بيان وضعه بالجامعة، هل هو طالب نظامي أم طالب مفصول أم طالب مستنفذ أم طالب معاقب. بل حالي هي احنا صار في عندنا أريحية بالسكن بقبول يعني الطلاب. نعمل مقاربة جديد. العام الماضي في نفس الوقت نفس التاريخ بلغ عدد المقيمين في مدينة جامعية 19600 طالب. 19600 طالب الآن يعني يوم الاثنين مساء أمس بلغ عدد المقيمين 15200 طالب. يعني هالإجراءات اللي تم على مستوى وزارة التعليم عليه، سواء أول في عندنا نقطة العدد انخفض بسبب انه وضع الامني بشكل عام بكل محافظات القدر صار افضل بسبب الدهر الارهاب والجماعات المسلحه. يعني كان ابن الطالب ابن ريف في دمشق بعد عن دمشق 20 كيلو ما بيقدر يوصل على منزله، يضطر يجي على المدينه الجامعيه يسكن المدينه الجامعيه. هذا موضوع عمل ناحية ايجابيه للمدينه الجامعيه، ما عاد في طالب بيسكن المدينه الجامعيه، لا بيروح على بيت اهله افضل له يسكن بالمدينه الجامعيه. الموضوع الثاني قرارات الوزاره متعلقه بموضوع استضافات الجامعات الاخرى مثلا حلب او الفورات، ايضا عمل نوع من تخفيف الضغط على المدينه الجامعيه. العامل الاخر هو عدم صدور دوره اضافيه. في عندنا طلاب ما قدروا انه يحققوا نشاط ترفع، بالحاله انه استنفذوا. ايضا هذول احنا بالقرارات الحديثه الجديده طالب مستنفذ ما له سكن، مبدئيا ما له سكن لانه عم ياخذ فرصه طالب غيره جديد داخل ونحن تركيزنا هلا على الطلاب الحديثين نامل لهم سكنهم. شواغرهم موجوده وبشكل كل طالب منقول من جامعه اخرى، من جامعة تشرين أو البعث أو أي جامعة أخرى، أيضا تم منحه سكن مباشرة. نعم. بمجرد ما أحضر ورقة تثبت أنه قبل في جامعة دمشق يتم منحه سكن مباشرة. الطالب الغير قاطن، غير قاطن من وهو ملاك جامعة دمشق، طلاب الكليات الطبية والهندسات تم إسكانهم مباشرة. طلاب الكليات النظرية تم تأجيلهم للأحد القادم. نعم. سيتم أيضا منحهم شواغر. نعم.
سيد أحمد، خلينا نحكي يمكن على التسهيلات يلي بتقدمها المدينة الجامعية للطلاب. يعني شو هي الشغلات يلي بتقدموها بالمدينة الجامعية بالإضافة للإقامة؟ هلا بالمدينة الجامعية من ناحية وضع الخدمة، يوجد في المدينة سوق تجاري. حلو. سوق تجاري كل ما يلزم الطالب في سكنه في المدينة الجامعية موجود، من مأكل، من مشرب، من لباس، من كل ما يحتاجه الطالب. ما في مادة من المواد بيحتاج الطالب غير موجودة متوفرة في المدينة الجامعية عن طريق استثمارات اللي بتقوم بها جامعة دمشق، وكله موجود ضمن حرم المدينة الجامعية. في عنا توسع بالتجمعات أخرى، في عنا مشكلة فيها نقص تجمع البرزة وتجمع الهمك. في خطة هلا عن طريق الجامعة إنه نحن نطور استثمارات بحيث أيضا الطالب ما يعني يحتاج شيء من برا، يعني ضمن الحرم الجامعي. الخدمات اللي عم نقدمها نحن الطلاب سابقا، صراحة نحن كان الطالب وقت كان عدد بالمدينة الجامعية أقل، يعني كان نصف تماما، كان الطالب يعني كم مستلزمات الغرفة كان يحصل على كل شيء، يعني كان كل طالب له طاولة، كل طالب له كرسي، كل طالب له خزانة. بالوضع الحالي نتيجة الضغط هذا الشيء ما عاد متوفر صراحة. يعني احنا ممكن يعني الغرفة كلها يكون فيها مثلا ثلاث كراسي أو طاولتين أو، وفي ضغط من يعني في ضغط عدد طلاب بالغرفة الواحدة. هلا احنا العام هذا متوقعين إن شاء الله، احنا كإدارة متوقعين ينخفض العدد. يعني هذيك السنة مثلا قد ايه كان في بالغرفة؟ العدد مثلا على سبيل المثال الوحدات اللي 500 وحدات مرسيدس الخامسة السادسة السابعة الثامنة، كنا بالغرفة من 8 ل 10 طالبات. نحن متوقعين سنة بين 6 ل 8. طبعا تفاوت زائد شاغر ناقص شاغر. الأسباب ذكرناها، وهي مؤهلة لاستقبال عدد الوحدات الإناث بشكل عام بالمدينة الجامعية. وضع الخدمة مقبول أكثر من وحدات الذكور كخدمات، يعني كمرافق صحية، كمنافع، كأدواج، كحمامات. وضع الفن أفضل أفضل بقليل بقليل من وحدات الذكورية. في عنا خطة هلا أن نحن بالجامعة بالتنسيق مع الشؤون الهندسية لدراسة شاملة للترميم. طبعا الترميم بده يصير بشكل متقطع لأنه الطلاب مقيمين بوحدات سكنية. وفي خطة طموحة، بس كمان بتعرفي هذا الموضوع بده إمكانيات مادية، بده رصد اعتمادات، يعني وبتعرفي كل وزارة إلى يعني إلى بند مالي معين لاستثمار في جانب معين. إحنا تأهيل الأبنية والمباني الجامعية إله بنده إله ميزانية خاصة، نحن ما فينا نتجاوزها كإدارة. وثاني الجامعة كمان ما فيها تقيد بالخطة العامة للدولة، الموازنة العامة للدولة. بالنسبة للوضع الخدمي احنا كإدارة، خلينا نحكي بصراحة، لا انا كإدارة ماني كثير مرتاح لوضع الخدمي، لانه في عنا شوية اشكاليات صراحة. يعني عم نتابع، احنا عنا صيانة يومي بشكل يومي، عنا ورشات صيانة صحية، عنا ورشات كهرباء، عنا ورشة ألمنيوم نجارة عم تقوم بأعمالها، بس ما انا يعني عنا ضغط اكثر ما مشكلة. كمان عنا نقص باليد العاملة خاصة يعني، استاذ انه كمان مواقع التواصل الاجتماعي احيانا بتنشر صور يعني عن الوحدات السكنية ومشاكلها، فشو بترد عليهم بشكل واقعي؟ خلينا نحكي بواقعية شوي. احيانا في بعض الطلاب بينشروا، نحن الاعمال التنظيف بتصير عنا يوميا من الصباح، من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية عشر او حتى الواحد صباحا. بامكان اي حدا اي وسيلة اعلامية سواء تواصل اجتماعي او مرئي او تقوم بجو المدينة الجامعية بين الوقت من 8 للساعة 12 وحدة، بتلاقي المدينة الجامعية كلها الموقع العام نظيف، الوحدات نظيفة. بس بعد 12 ونص تبلش يعني الإساءة للمرفق العام، وللأسف رمي القمامة من النوافذ، ورمي بعض الأشياء من النوافذ، رمي بقايا الطعام من النوافذ. هذا موضوع يعاني كثير منه صراحة عن كدر. وأنا هلا يعني بستغل المناسبة إنه يعني بتمنى من كل الطلاب إنه يعتبر هذا السكن له بيته الخاص. يعني إحنا فعلا بنعاني كثير من موضوع رمي القمامة من النوافذ أو رمي الأشياء، بعض الأشياء يعني أحيانا ممكن الطالب يقوم برمي فرشة من 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 البلكونة أو طاولة أو كرسي أو، يعني فعلا في عندنا كثير ظواهر. وانا ما عم حمل الطالب هو ندائما، لا هلا احنا مسؤوليه مشتركه بين الاداره وبين الطالب. بدنا نتعاون الاداره ونتعاون الطاولة لنظهر هالموقع الخدمي اللي عم تقدمه الدوله لشريحه كبيره من المجتمع السوري، وبيخدم كل اسره سوريه. لانه انا بعتبر مدينه جامعه هي سوريا الصغيره طبعاً. فيها كل مكون طيف المجتمع السوري وشرائح المجتمع السوري، ونحن حريصين انه هالموقع يكون دائما يعني بافضل ما يكون. بس كمان احنا عرض الواقع، في عندك امكانيات ماديه مفروض ترصد لكل الاشياء. في عندنا خطه طموحه ان شاء الله العام هاي، يعني صحيح تاخرت شوي، بس في عندنا هلا نحن عندنا الوحده 18 19 وحدتين جنب بعضهم راصدين 100 مليون صيانه. والان بتوقع ان شاء الله بتوقع صارت الجامعه جاهزه للاعلان. في عندي الوحده الثانيه كان فيها اشكاليه كمان بالترميم، هلا ايضا كمان ان شاء الله سيد رئيس الجامعه وافق على الملحق عقد، سيتم تنفيذ ترميم الوحده الثامنه كون وحده مهمه بتخص طلاب الطب البشري والاسنان والصيدله. نعم. طب شو هي الاجراءات يعني وقت بخالفوا الطلاب قوانين هيدي المدينه الجامعيه؟ هلا بالاطار يعني من نظافه، من انضباط، من تفاصيل كثيره، شو هي الاجراءات اللي تتخذ بحقهم؟ هلا احنا بالنسبه اذا تم رصد حاله، ضبط حاله
رمي قمامي من نوافذ او رمي قمامي في مكان غير مخصص، طبعا في عقوبات يعني، بس نحن ما العقوبات يعني ممكن اعطي تنبيه اذا اساء الطالب ممكن اعطيه انذار. اما يعني تعرفوا انا مسكن فيها اشكالي صراحه موضوع العقوبات. نحن نظام الداخلي كل طالب يخالف التعليمات النافذه في المدينه الجامعيه يعاقب. في عندنا عقوبه تنبيه، في عندنا انذار، في عندنا اخراج من السكن لفتره مؤقته، وعندنا فصل ايضا من السكن الجامعي. نعم. وفي عندنا الاجراء الاصعب هو الاحاله للانضباط، يعني وقت بيكون الفعل اللي ارتكبه الطالب بحق المدينه الجامعيه سواء من ضرب زميله او شتم او سب او كذا يتم احاله الطالب الى انضباط الجامعه، وهناك عقوبات على مستوى المدينه الجامعيه وعلى مستوى الكليه. قد يفصل الطالب من الكليه نتيجه تصرف في مدينة جامعية، لأنه نحن نعتبر مدينة جامعية هي من ضمن منظومة الجامعة دمشق ككل، وأي طالب يخالف الأنظمة بيتعاقب. موضوع تأخر الليل، نحن الطالبات صراحة نحن بيتم إغلاق الوحدات الساعة 10 ليلا. نعم. طبعا حرص على الطالبات وحرص على أمنهم وحرص على سلامتهم، وعلى في طالبات طبعا عندهم عمل خاص بخارج المدينة الجامعية. في استثناءات يعني. طبعا احنا بنقدر هالشيء، ممكن طالب يتصرف على ذاته، وممكن تكون طالب تعليم موازي عم تفرسوه. نحن تقديرنا الحالي بنعطيها بتجيبنا بتجي بتحضر ورقة من مكان العمل انه هي تعمل لدى مكان معين من صاحب العمل، ويتم منحها وموافقة رسمية للدخول للساعة 12 ليلا. نعم. يعني بنعطيها ساعتين اضافيات، بحيث اذا كان عندك عمل خاص نعطيها ساعتين إلى الساعة 12 تدخل. نعم. بكل على وصل التأخير المنوح إليهم. يعني أستاذ أحمد، إن شاء الله تكون سنة خير على كل الطلاب وعليكم أنتم ككادر يعني بالمدينة الجامعية، وتكون فعلا في شراكة حقيقية بين الطلاب ومعكم، وتكون فعلا هي الخطوات اللي أنت حكيتها بالترميم بداية خير إن شاء الله. والتزام الطلاب، نتمنى من كل الطلاب يلتزموا بالقواعد الرئيسية واعتبروا السكن هو بيتهم. بحب أكد شغله، كل الجهات الإدارية المسؤولة عن المدينة الجامعية سواء قيادة الاتحاد أو قيادة الجامعة أو قيادة فرع الحزب، كلهم يعني عندهم حرص انه يقدم الدعم الكافي للمدينة الجامعية، بس عارض الواقع بتعرفي في امكانيات مرصوده لهالشيء، ونحن عم نتصرف حسب الامكانيات. يعني صراحه هلا نحن مشكورين جامعه دمشق امنت لنا مواد كهربائيه للمدينه المدينه بقيمه 25 مليون ليره سوريه. نعم. واصبحت مستودعات وتم تسليم وحدات سكنيه. حلو. بس بدي اوضح نقطه، موضوع نحن دائما نوقع فيه بيجوا الطلاب يراجعونا، موضوع السكن التعليم المفتوح. بالنظام الداخلي نحن نستغل اللقاء، بالنظام الداخلي للسكن المدينة الجامعية لا يوجد شيء اسمه سكن تعليم مفتوح. السكن الجامعي للطلاب مرحلة أولى الجامعية جامعة دمشق معاهد وكليات فقط لا غير. نعم. يعني هذا نحن كثير بنعاني منه، ما في استثناء بما أنه يومين بالأسبوع. نحن أحيانا بيكون في لقاءات يوم الجمعة يوم السبت. تمام. ممكن إذا في طالب عندها حدا من زملاء طالبات أو طالب بيستقبلوا زملاء ونعطيه نحن استضافة نحن نسميها استضافة لا يوم أو يومين. نعم. وممكن إحنا أثناء الامتحانات في حال توفر شو غير يتم إسكانه أثناء الامتحانات. يعني أثناء فترة الامتحان ممكن نعطي الطالب تعليم مفتوح، أنه يعني في تسهيلات كمان، في تسهيلات لأنه في ما نقدر الجانب الاجتماعي والإنساني بيعملنا كمان. نحن ما فينا كمان نستبعد العمل الإنساني والاجتماعي، بدنا نكون كتير قريبين من الناس ونخدم الناس. يعطيكم العافية وشكرا لك على كل المعلومات اللي عطيتنا إياها. شكرا كتير أستاذ أحمد، وموفقين يا رب، وتحيتنا أكيد لكل الكادر، وموفقين بسنة دراسية جديدة. شكرا لكم.